والوفد دخل وقعدوا مع سيدنا رسول الله، وهم قاعدين مع سيدنا رسول الله جاء ميعاد صلاتهم، مش صلاة المسلمين، صلاة المسيحيين. فوقفوا عشان يصلوا. نعم. نشوف بقى، تخيل الموقف، السيناريو اللي موجود. فلما وقفوا عشان يصلوا الصحابة اعترضوا، وبعضين صلوا في الدار وطلعوا بره، صلوا في حتة تانية، ما صلوش في المسجد. فسيدنا رسول الله أصدر أمره للصحابة، دعوهم، سيبوهم يصلوا. ده قانون. ودايما بنقول في هذه الأمور، اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى أو اللي قاله سيدنا رسول الله ده قانون، ده دستور، ما ينفعش حد يغيره، ما ينفعش حد يقول لا أصل أنا ليا رأي تاني. معايا يا فندم؟ لما سيدنا رسول الله كان قاعد مع الصحابة ومرت جنازة، فقام سيدنا رسول الله واقف، فالصحابة يعني قالوا يا رسول الله إنه يهودي، فقال صلى الله عليه وآله أليست نفسا؟ يعني نفس لا احترامها. البني آدم اللي ربنا خلقه ده له احترامه، له كيانه، له حق الحرية، له حق التعبير عن الرأي، له حق انه يعيش، له حق انه ياكل، له حق انه يشرب، له حق في الأمن، له حق في الوطن. ده الدين، وسيدنا رسول الله عمل كده. اللي يقول غير كده يبقى ضد الدين. يعني ده المصطلح الوحيد اللي ينفع يتحط في المنطقة دي، ضد الدين، ضد الإسلام، لا مصطلح غير هذا. طيب يعني مع انتشار كل الظواهر التي تحدثنا عنها منذ قليل، مثل ظاهرة الإلحاد أو ظاهرة التطرف والغلو في الدين في بعض أحكامه، أو دور بعض الجماعات الإرهابية وكثرتها في الفترة الأخيرة، كيف ترى أهمية دور الخطاب الديني في هذه المرحلة؟ هو بداية التطرف انتشر في الفترة الأخيرة، وخليني في عجالة شديدة أقول إن من أهم أسباب التطرف في عوامل كثيرة جدا حددها العلماء، وكان منها عوامل بيولوجية زي فقدان الطفل لأحد أبويه مثلا، عاش يتيم، عاش منبوذ في المجتمع، الصراع ما بين الأب والابن، أو في مشاكل أو صدمة حصلت في حياته فبتأدي إنه يخش في مجال التطرف. ومن ضمن الأسباب الاجتماعية شيوع الأخلاق السيئة، شيوع الفساد، فده بيخليه إن هو يقول لا أنا عايز مسؤول على هذا المجتمع الفاسد، فيضطر إن هو يدخل إلى هذا الكيان المتطرف. ومعالجة هذه القضايا طبعا كثير جدا، لكن خليني أحط بقعة من الضوء على مسألة تجديد الخطاب الديني. نعم. تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة، وإحنا كثيرا ما بنتكلم عن هذا العنوان، وكثير بيطلعوا في الفضائيات بيتكلموا عن هذا العنوان. لكن يبدأ تجديد الخطاب الديني أولا بمحاولة الوصول إلى أفراد المجتمع حتى الصغار منهم. يعني الحوار الديني المقولب، ان انا احط الشيخ في اطار قالب معين ويتكلم بلغه عربيه صعبه جدا، مش هيسمعه الا نسبه ضئيله جدا من المجتمع. وبالتالي لازم سهوله العباره عشان تصل لافراد المجتمع، حتى الاطفال يفهم الراجل اللي قاعد ده بيقول ايه. دي نقطه. النقطه الثانيه، طب يعني بمعنى يعني ماذا تعني بفكرة الخروج عن القولبة في الخطاب الديني؟ تبسيط مثلا، تبسيط العبارة، أو المحاولة للوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع مثلا الشباب؟ نعم نعم. أم ماذا يعني؟ يعني أول حاجة تبسيط العبارة. يعني مثلا واحد سألني سؤال فقهي، ما ينفعش أقول له قال فلان وقال فلان وقال فلان. طب وأنا مالي؟ ما تقول الرأي الصائب ومختصر وببساطة، أو الأرجح. والأرجح ما هو اللي عليه الإجماع. نعم. يعني مسألة الركحان في المسائل الشرعية هي ما عليه الإجماع. صحيح. الأكثر الآراء على الرأي ده يبقى هو الأرجح، فأنا أقول الرأي الراجح وأقوله ببساطة. دي حاجة. الحاجة الثانية، في قضايا عصرية لازم نناقشها مع أولادنا، قضايا الإنترنت، قضايا الفضائيات، القضايا اللي موجودة النهاردة، ما تحسوش إن أنت إن هو في عصر وأنت بتتكلم في عصر مضى وانتهى. فما تتكلمش مثلا في قضايا مثلا، يعني في ما زال النهارده في كتب الدين اللي موجوده احكام العبيد وتجاره الاماء. طب وفين العبيد دول؟ يعني تاكيدا على هذه الفكره التي اشرت اليها، يعني كثيرا عندما تثار بعض المواضيع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام او في عهد الصحابه رضي الله عنهم، يعني يعلق البعض بان هذا في زمن الرسول او هذا كان لا قديما. لا لا، ليس هذا بالطراد، بالفصل ما بين الدين وبين الحياه التي لا لا لا، هو مش بهذا المفهوم عشان برضو الامور تبقى واضحه.
في قضايا لم تعد موجودة في المجتمع النهاردة، زي قضية الرقيق والعبيد والإماء والعبد المكاتب والعبد الملك لسيده، القضايا دي ما هو ما يعرفش عنها حاجة. صحيح. لا تنحى أنها تمسح من التاريخ الإسلامي، لكن تنحى عن التدريس دلوقتي، إن ملهاش أي وضع، ملهاش أي حاجة. انما في قضايا موجوده ايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت موجوده واحنا محتاجينها النهارده. انما هي كل ما في الموضوع انها اتطورت، فلازم يتطور اسلوب عرضها، مش 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 انا الغيها، لا، لان الزمن واحد، مفيش حاجه اسمها قديم وجديد، الزمن واحد لكن بيتطور، الفكر بيتطور، العرض بيتطور، طريقه التناول بتتطور، طريقه الاداء بتتطور. تمام. النهارده في أي شركة من الشركات في حاجة اسمها قسم الجودة. نعم. وبيبقى قائم عليه فريق من العمل شغلتهم تطوير المنتج. صحيح. عشان يبقى جيد ويكون موائم للتطورات العصرية، إن في شركات منافسة. ليه أنا محطش نفس المفهوم ده وأعمل تطوير أو وحدة الجودة في الأزهر الشريف وفي وزارة الأوقاف؟ ويجي ناس متخصصين مش مشايخ، عشان الامور واضحه، والناس متخصصين في الجوده، يقولوا والله العامل بتاعكم ده مش جيد، يبقى جيد ازاي؟ وابتدوا حطوا الاليات دي واشتغلوا عشان توصلوا للشعب، لان النهارده الشاب النهارده فيه شركاء ومتشاكسون، يعني مش انت بس اللي بتكلمه، لا، بيكلموا الملحد، بيكلموا المتطرف، بيكلموا اللي خارج الدين، بيكلموا الناس اللي بتطلبوا ان هو يتحرر من كل الاوامر. الاسلام موجه الى الجميع، وهو موجه للجميع، يخاطب الجميع، يخاطب، لكن الفرد ده انت، الاسلام بيخاطب الجميع لكن الفرد ده يخاطبه جميع برضه، ناس ثانيه غيري. صحيح. فلازم انا اكون في اطار الجوده عشان اقدر افهمه ان الصح في الاسلام والصح في تعاليم الاسلام، وايه هو الاسلام الصحيح. يعني انا قرات حوار نشر في الجرائد. نعم. ما بين احد الملحدين وما بين احد مشايخ السلفيه بدون ذكر اسماء، وقال له انت السبب في الحادي، ولم اتعلم الاسلام الا منك، وانت السبب في النقطه اللي انا وصلت، ونشر هذا الموضوع في الجرائد في حلقات. طب احنا ليه سايبين الناس دي؟ الامر الاخر اللي عايز اقوله ده مهم جدا، لا يمكن تجديد الخطاب الديني في وجود من يفسدون الخطاب الديني. يعني ننتقل من هذه النقطة إلى يعني كم الفتاوى الموجودة على القنوات الفضائية وعلى وسائل الإعلام بشكل عام، والتي تعطي بالفعل صورة مغلوطة عن الدين. نعم. الإسلامي، بل وتبعد البعض عن الدين وعن أساسه وعن الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الدين الإسلامي. يعني برأيك كيف نواجه مثل هذا السيل المنفتح من أول هذه حاجة الدعوة؟ أول حاجة يجب تجاهل الإعلام لهذه الفتاوى، ده رقم واحد. ما ينفعش تيجي جريدة تحط لي عنوان رسمي الشيخ ياسر البرهامي يفتي بكذا. كلمة يفتي دي ما ينفعش انها تتقال، مصطلح لا يستخدم الا على من خول للإفتاء، يعني مفوض ان هو يفتي. ما ينفعش اقول الشيخ ياسر البرهامي افتى ولا الشيخ حسان افتى. اذا لا نحتاج الى، بل نحتاج الى وضع رقابه على وسائل الاعلام. اول حاجه، ايوه، ما هو لازم رقابه بقى تؤدي الى التجاهل، يتخذوا قرار. نعم. فما يعرضش اي حاجه عنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لان انا كده بسوق له. نعم. بسوق الفتوى بتاعته. انا بعرضها للي ما سمعهاش يسمعها، للي ما اعترضش عليها، او للي هو ممكن يقتنع بها يقتنع بيها، رغم ان انت بتهاجمها كاعلام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لابد من اصدار قرار، والقرار ده لازم يصدر من مؤسسة الرئاسة. مش سيبك بقى، مش هنقول الأزهر يصدر ولا الأوقاف تصدر، قرار رسمي تجريم من يفتي ولم يكن مؤهلا للإفتاء، بحيث لو واحد أصدر فتوى رسمية لأي فئة من فئات الشعب يحاكم ويحول للقضاء فورا، ويتعمل له مادة في القانون. انما النهارده هنقعد نعمل انشا في القنوات الفضائيه، وده يقول كلام وده يقول كلام، مش هنوصل لحاجه. هم ما زالوا يفتوا وما زال لهم اتباع ويتكاثرون، عشان تبقى عند حضرتك فكره. صحيح صحيح. اذا لم يواجه كل ذلك برقابه حازمه. نعم. طيب، يعني كنا نتحدث عن ضروره تحديث الخطاب الديني لجعله متناسبا مع تفكير الشباب في هذا العصر. هل ترى اننا نحتاج الى اللجوء الى بعض الاساليب او الوسائل التكنولوجيه الحديثه، مثل خوض ثمار الشبكه العنكبوتيه، الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ان نجعل دعاه متخصصون او عندهم لديهم امكانيات، واهلهم الى
اللجوء بكل سهولة وبتمكن إلى مثل هذه الوسائل لمخاطبة الشباب الموجود على الإنترنت، وخاصة أن الشباب أصبح في هذه أو في هذا العصر يعني يضيع الكثير من الساعات في استخدام مثل هذه الوسائل، كيف نستطيع برأيك أن نلجأ إلى مثل هذه الوسائل؟ أول حاجة اللي حضرتك بتقولي ده ما أصبحش أمر يعني يتعمل يا ما يتعملش، أصبح ضرورة. ضرورة النهاردة أي برنامج في التلفزيون، أي برنامج له موقع رسمي وصفحة على الفيسبوك وصفحة على تويتر وله هاشتاج رسمي بيه. النهاردة ليه ما يبقاش الأزهر الشريف له موقع رسمي بجميع لغات العالم؟ ليه؟ صحيح. ليه ملوش صفحة على الفيسبوك رسمية يتواصل بها مع الشباب ويبقى في فريق عمل قاعد مطورين وينقوا دعاة عندهم فكرة بهذا المجال ويطوروهم ويتعمل لهم أكاديميات يتدربوا على الإنترنت ويبقوا قاعدين يردوا على الناس ويتعاملوا معهم ويبقى ليه صفحة على تويتر ويبقى فيها هاشتاج اسمه الأزهر الشريف الناس تتعامل معهم، لأن خلو ساحة الإنترنت من الدعاة الدعوة الوسطية فتح المجال على مصراعيه لجميع الدعوات المتطرفة والملحدة أنها تخش. فالنهاردة أنا كشاب جالي سؤال من واحد ملحد هوديه لمين؟ أنا مش شايف حد. لا أنا لو في صفحة هاخد كوبي وحطه في صفحة الأزهر الشريف، رد يا مولانا على هذا الموضوع، رد عليه صحيح يبقى عليك المشكلة. إنما طول أنت ماليش وجود إعلاميا ولا تكنولوجيا صحيح. وتكتفي بمجموعة من الكتب ومجموعة من التصريحات يبقى إن شاء الله مش هنوصل لحاجة، والدعوة المتطرفة هي اللي بتزيد يوما بعد يوم. يعني نقطة أخيرة، القوافل الدعوية التي تنتقل إلى كل ربوع العالم لتأكيد وتوضيح الصورة الصحيحة للعالم الإسلامي أو للدين الإسلامي، أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك في محاربة التطرف الفكري الآن؟ والله يا فندم هي طبعا سريع. خطوة هامة جدا، لكن تحتاج إلى انتقاء الدعاة رقم واحد، تحتاج إلى الإعلام تسليط الضوء عليها. فأنا قلت القوافل راحوا ما حدش يتكلم عنهم، ما عرفش راحوا فين، عاشوا ولا ماتوا. لازم يبقى في تسليط الضوء على الناس دي، والمحاضرات التي يلقونها تزاع في وسائل الإعلام. لابد العنوان اللي أنا عايز أقوله، لابد أن يقوم أو تقوم وسائل الإعلام بدورها في تحقيق تجديد الخطاب الديني المعاصر. الشيخ أيمن فاروق من علماء وزارة الأوقاف، جزيل الشكر لك على هذه الاستفاضة في التحليل والعرض اللي ما ورد علينا معنا من أخبار. شكرا. نعم شكرا لك.